واحلى حاجه عجباني الحقيقه ان دايما رابطه الانديه مع شركه تذكرتي تلاقيهم دايما بينزلوا كل حاجه وبيوضحوا كل حاجه، يعني قائمه الممنوعات في مباريات مسابقه الدوري الجديده بعد عوده الجماهير. انا بحب اقرا الحاجات دي لحضراتكم علشان تبقوا عارفين اللي هيبقى رايح المباراه او يتم تسجيله في تذكرتي دوت كوم يبقى عارف ايه الحاجات اللي ما ياخدهاش معاه، لانك مش هتخش غير لما ما تبقاش معاك الحاجات دي. وضعت رابطه الانديه عددا من المواد الممنوع على الجماهير اصطحابها في مباريات الدوري الجديد لا سيما بعد قرار عوده الجمهور. تضمنت لائحه العقوبات التي تم ارسال الانديه قائمه كبيره بالمواد الممنوعه، وهي مؤشرات الليذر، عبوات الطلاء، البخاخ او العطور او المواد الكيميائيه او اي مواد اخرى تسبب الحريق او الضرر، الالعاب الناريه والشعلات، السجائر وملحقاتها، والسجائر الالكترونيه، الابواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا او ابواق الغاز، الحيوانات، بطاريات او ادوات الشحن او اجهزه تخزين الطاقه، المظلات وعصا السيلفي، لفافات الورق، الاسلحه والمتفجرات والادوات الحاده، العبوات والاكواب الزجاجيه او المعدنيه، ويسمح فقط بالاكواب البلاستيك. التسجيل الصوتي او المرئي او التقاط الصور الا للاستخدام الشخصي فقط. الكحول والمخدرات، المواد ذات الطابع العنصري مثل الاعلام او القمصان، طائرات الدرون، المواد الترويجيه او الاعلانيه، الكرات بمختلف انواعها، يمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سنتيمتر. وبالتالي اي واحد رايح او قبل تسجيله على تذكرتي دوت كوم لازم يبقى رايح معوش اي حاجه من ضمن هذه الحاجات اللي لا تعتبر خطر على الدخول لاي مباراه.